اول حاجه الفاريبلز ده، طيب الفاريبل ده هو اسم لمكان انا بحجزه جوه الميموري عشان اخزن فيه قيمه معينه انا عايز اخزنها. المفروض الداتا دي ممكن مثلا تبقى رقم، فعلى حسب حجم الرقم ده اقدر احدد داتا تايب معينه تقدر تحجز لي مكان يستوعب الرقم ده. فلو رقم مثلا عندي البايت والشورت والانت واللونج، دول 4 داتا تايبس بستخدمهم لو انا هخزن رقم هول نمبر، لو هخزن رقم ديسيمال عندي الفلوت والدبل، لو انا هخزن كاركتر يعني حرف واحد بستخدم تشار، لو انا هخزن كلمه او جمله بستخدم سترنج، وقدامها نعرف ان السترنج دي اري اوف كاركترز، لو انا حابب اخزن ترو او فولس او واحد او صفر بستخدم بوليان، لو انا الداتا بتاعتي ملهاش تايب او ان انا مش هرجع حاجه وده هيبقى واضح اكتر في الفانكشن بنستخدم فويد. في السنتكس بتاع ان انا اعرف داتا تايب واديها قيمه معينه، ان انا بحدد الداتا تايب حسب الانواع اللي احنا قلناها، فده قدامنا السنتكس ان انا اعرف فاريبل معين واخزن فيه قيمه. اول حاجه بحدد الداتا تايب بتاعتي سواء فويد بايت شورت انت لونج فلوت وهكذا، بعد كده بختار اسم الفاريبل وده اي اسم انا عايزه، بس طبعا يفضل يكون بيعبر عن الحاجه اللي هو يخزنها، بعد كده بكتب ايكوال والفاليو اللي انا عايز اخزنها. فمثلا لو انا عايز اخزن رقم فاكتب انت اكس، انت عشان هو النمبر، الانت بيعمل لي ريزيرف 4 بايت، الشورت اقل 2 بايت، البايت 1 بايت طبعا باين من اسمه، واللونج 8 بايت، لكن الاربعه بيستخدموا عشان اخزن هول نمبر. فانا مثلا كاتب اكس ايكوال 99، لو عملت بيلد وبعديها رن مش هيديني ايرور. طيب لو انا حابب ان انا اخزن اسم فاكتب سترنج نيم ايكوال بين 2 كوتيشنز واكتب محمد، لو عملت طبعا نسيت السيمي كولون، لازم بعد كل سطر اعمل سيمي كولون، ده بيعرفه ان السطر خلص. لو عملت بيلد ورن ما ادانيش ايرور. نفس الكلام لو انا هعرف بوليان سميته مثلا is empty واعمل true، نفس الكلام لو عملت build و run ما ادانيش ايرور. في الحكايه كلها ان انا بحدد الداتا تايب بتاع الفاريبل بتاعي على حسب الفاريبل ده هيشيل ايه، بعد كده بختار اسم الفاريبل وده اي اسم يكون معبر، بعد كده بعمل ايكوال وبحط الداتا اللي انا عايز اخزنها. ودي بعض النماذج ممكن اي حد يشوفها فيها برضو تطبيق على الفاريبلز والداتا تايبس. في كونسبت مهم عايزين ناخد بالنا منه، ان انا احيانا ببقى محتاج ان انا اخزن فاريبل من داتا تايب معين وفي فاريبل من داتا تايب اخر. فمثلا لو انا عندي دبل باي، يعني انا عندي فاريبل اسمه باي من نوع دبل هخزن فيه 3.14 اللي هي القيمه بتاعه الباي اللي كلنا عارفينها، ما ادانيش ايرور. لو انا جيت عملت فاريبل تاني من نوع انت وسميته انت باي وجيت حطيت جواه الباي، لو جيت عملت بيلد وران هيديني ايرور. ليه؟ لان الباي دي من نوع دبل، انا عايز اخزن القيمه اللي جواها اللي هي دبل جوه انت باي اللي من نوع انت اللي هو النمبر يعني، ده ما ينفعش. طب لو انا مصر اخزن مثلا قيمه كسر او اي قيمه مش انت جوه انت، باجي قبل الفاريبل او القيمه الثانيه دي واعمل انت، يعني بقول له الفاريبل ده اللي اسمه باي اللي هو من نوع احنا هنا عارفين ان هو دبل، بقول له حوله لي الانت وخزنه جوه انت باي. لو جيت عملت بيلد وران ما ادانيش ايرور. فانا لو اي فاريبل من اي داتا تايب عايز اغير الداتا تايب بتاعه وانا بخزنه في فاريبل اخر، كل اللي بعمله ان انا بعمل حاجه زي كده اللي هو كاستنج، اللي هو باخد الفاريبل وما بين قوسين بقول اسم الداتا تايب الجديده اللي انا عايز يبقى بيمثل من خلالها. لو انا حابب احول فاريبل من داتا تايب لسترنج، هنا بستخدم فانكشن ثانيه اسمها تو سترنج ودي هنتكلم عنها قدام.